بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، في القسم الثامن من أسلوب الحذف وهو الاختزال، وبدأنا من أول أمس في حذف الحرف، وأمس تكلمنا على أمثلة حذف حرف الواو وهي العطف، وبقية الأمثلة اليوم في حذف الواو. يقول: وقال الواحدي في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، آية البقرة في مصاحف الشام بغير واو، في سورة البقرة قراءة ابن عامر الشامي قالوا من غير وقال، قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الواو، تبقى قراءة ابن عامر تصلح لإيه؟ للمثال، لكن باقي القراء ما فيها ايه، لا تصلح للمثال. قراءة ابن عامر بحذف الواو تقول: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، بديع السماوات والارض، ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، بديع السماوات والارض، واذا قضى امرا فانما يقول له ايه، كن فيكون. دي آية البقره. يبقى ايه في قراءة ابن عامر؟ قالوا اتخذ الله ولدا، باقي القراء وقالوا. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على قراءة ابن عامر بحذف الواو، لان هذه الآية ليه حذف الواو بقى؟ لان هذه الآية ملابسة لما قبلها من قوله: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالوا اتخذ الله ولدا، خدت بالك ليه؟ لأن اللي منعوا مساجد الله هم اللي قالوا اتخذ. يبقى ايه ملابسة لها لما قبلها، لأن القائلين اتخذ الله ولدا من جملة المتقدم ذكرهم، اللي هم ايه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سواء كانوا ايه مشركين من مشركي العرب أو كانوا من كفار أهل الكتاب، سواء كانوا إيه مسيحيين أو يهود. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فقالوا اتخذ الله ولدا، يعني اليهود والنصارى. فهمت بقى إزاي؟ أحسن تفتكر إن هم النصارى بس، لا، النصارى واليهود ملوثين بهذه إيه الأفكار الباطلة. وبعدين العرب كمان، مشركي العرب قالوا ان ايه، ان الملائكة بنات الله، فبرضو قالوا اتخذ الله ولدا، خدت بالك؟ برضو مشركي العرب قالوا كده، قالوا ان البنات، ان الملائكة بنات الله، فهمت؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة تانية الذين هم عند الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى قالوا اتخذ الله ولدا تدخل فيها ايه؟ مشركي العرب وايه؟ واليهود والنصارى، فهمت؟ لأن القائلين اتخذ الله ولدا من جملة المتقدم ذكرهم، فيستغنى عن ذكر الواو لالتباس الجملة بما قبلها، كما استغنى عنها في نحو قوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. ولا قال هم فيها خالدون، مع ان هي وهم تبقى جميله برضو، يبقى محذوفه الواو للملابسه، فهمت بقى؟ ولو كان وهم كان حسنا، الا ان التباس احدى الجملتين بالاخرى وارتباطها بها اغنى عن الواو.
ومثله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما قالش ورابعهم ولم يقل ورابعهم كما قال وثامنهم، ولو حذف الواو منها كما حذف من التي قبلها واستغنى عن الواو بالملابسة التي بينها كان حسنا، كان ممكن يقولك برضو ايه وقالوا سبعة ثامنهم كلبهم، ماشي برضو. لكن على اي حال ايه، ويمكن ان يكون حذف الواو لاستئناف الجملة، قالوا اتخذ ايه وقالوا ايه ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالوا ايه خمسة سادسهم كلبهم برضو، يبقى ايه استغنى عن الواو بالملابسة التي بينهما كان حسن، ويمكن ان يكون حذف الواو لاستئناف الجملة ولا يعطف على ما تقدم، انتهى كأنها جملة مستأنفة يعني غير معطوف. ده احتمال تاني، احتمال اخر يعني احتمال انها معطوفة مع حذف حرف العطف، او انها جملة مستأنفة، فالمثال يمشي على انها معطوفة مع حذف حرف العطف. وحصل من كلامه أنه عند حذف الواو يجوز أن يلاحظ معنى العطف ويكتفى للربط بينها وبين ما قبلها بالملابسة كما ذكر، ويجوز ألا يلاحظ، والملابسة اللي هي المناسبة برضه، الملابسة بمعنى المناسبة، يعني أنت لما بتيجي تلبس مش بتلبس الحاجات مناسبة لبعضها، فالملابسة والمناسبة واحد، فهمت برضه ازاي؟ ويجوز الا يلاحظ ذلك فتكون الجمله مستأنفه. يبقى قلنا لك ان هي في وجهتين نظر، وجهه نظر يقول لك ان هي معطوفه بغير حرف حطف معسوف للملابسه، وفي قول تاني يقول لك لا دي جمله مستأنفه مفيش حذف ولا حاجه، فهمت؟ قال ابن عمرون وحذف الواو في الجمل اسهل منه في المفرد، يعني أمثلة حذف الواو في الجمل إيه أكثر منه إيه في المفرد، وقد كثر حذفها في الجمل في الكلام المحمول بعضه على بعض، نحو قول تعالى في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين، وما بيسأل عن الماهية، لكن من بيسأل عن الصفة، فمرة سألوا عن الصفة من ربكما يا موسى، يعني ما هي صفته، ده في سورة طه، يبقى فرعون مش راجل اي كلام، ده راجل علامة، مش اسئلة مكررة، هو كفر بعلم وكان من اعلم اهل عصره في مصر، فرعون ده يعرف السحر ويعرف ده ويعرف ده لانه يقود اهل مصر، واهل مصر كانوا علماء، فكان راجل علامة وقارئ وفاهم، مش اي كلام، يعني مش مهلضم، يعني اللي هيدخلوا النار ناس برضو ايه اكابر في العلم، دخلوا بعلم زي ابليس، ما هو من اعلم الخلق بالله، لكن أو ابليس مش عالم، عالم يا سيدي، لكن علمه حجبه، احيانا يكون العلم موصل واحيانا يكون العلم حجاب، فهمت؟ فيبقى فرعون سال سؤال في سوره طه، قال من ربكما يا موسى، ومن يسال عن الماء ايه عن الصفه، تقول من يسري، يقول لك امام مسجد الاشراف، فهمت ازاي؟ لكن ما يسري رجل انسان، فهمت ماهيته انسان، فهمت بقى ازاي؟ يبقى ما يسال عن الماهيه، فهمت ازاي؟ ومن يسال عن الصفه، فهنا بيسال عن ايه عن الماهيه. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، قال من حوله الا تستمعون، بسأله عن الماهية جاوبني بالصفة، ده جاهل، ده مش فاهم الفرق بين السؤالين، فهمت ازاي؟ يعني عايز يشهر بسيدنا موسى وماهية الله غير مدركة، سيدنا موسى عايز يقول لهم ان الله يعرف بالصفة ولا يعرف بالماهية، لأنه لا تدركه العقول، لأنه لو عرف بالماهية حصرته العقول فقهرته وأحاطت به، والله بكل شيء محيط، فهمت بقى ازاي؟ سيدنا موسى يقول له من رب العالمين، يجاوبه زي ما قال له ما رب العالمين، ففي الحالتين أجاب بالصفة، فعلشان كده ما اعترضش في سورة طه، اعترض في سورة ايه الشعر، في سورة طه قال له من ربكما، أجاب بالصفة الذي ايه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، واخد بالك؟
فما اعترضش وماشي. هنا بقى قال له وما رب العالمين، ماهيته ايه؟ فهمت ازاي؟ فراح مجاوبه بالصفة تاني، فقال له ايه؟ قال له قال رب السماوات والأرض وما بينهما، الذي يربهما يعني بصفات الأفعال الظاهرة في الأكوان والتدبير، إن كنتم موقنين يعني مؤمنين، لأن كل مخلوق خالق، ولكل إيه مدبر مدبر، ولكل حركة محرك، ولكل فعل فاعل. افهموا بقى يا جهلة، سيدنا موسى عايز يقول لهم كده، احنا لو كان مكان سيدنا موسى نقول يا جهلة يا مجرمين، لكن دول مؤدبين. سيدنا موسى ايه مؤدب، والانبياء كلهم مؤدبين، وعشان كده ربنا ما خليناش احنا انبياء، خلاهم هم انبياء وسابنا احنا قلالات ادب، واخد بالك ومشان، لكن هم انبياء كبار في طريقه كلامهم، يعني يبعد عن ايه، عن السفاسف. احنا مش وقت شتيمه دلوقتي، احنا دلوقتي عايزين نهدي الناس، لان لو شتمتهم هتخرج عن قضيتك الى رد الشتيمه بشتيمه، فهتبقى مش مهمه. فهمت ازاي؟ ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون، اساله عن الماهيه يجاوبني بالصفه، ده مش عارف الفرق، وعشان كده قال لهم ايه لا يكاد يبين، يعني ما عرفش يوضح. فهمت ازاي؟ بيتريق على سيدنا موسى. قال ربكم ورب ابائكم الاولين، جاوبهم بالصفه تاني بس عمم الصفه. الاول كانت صفه عامه اللي هي السماوات والارض، بعد كده خصص الصفه بيهم بقى. قال ربكم ورب ابائكم الاول. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، لعل لا يدرك معنى الكلام. سيدنا موسى بقى ايه، راح نقلهم نقله كبيره تانيه، وسع تاني، يبقى وسع ثم ضيق ثم وسع. قال رب المشرق والمغرب وما بينهم ان كنتم ايه تعقلون، اي تعقلون انه لا يدرك سبحانه وتعالى الا بصفاته واسمائه. فهمت ازاي؟ ان كنتم تعقلون، وتعقلون محذوف بعدها ايه المراد اللي انا قلته لك بقى، ان كنتم تعقلون انه لا يدرك ايه بالذات ولكن يدرك بالصفات. فهمت ازاي؟ ادي معنى تعقلون، يبقى مقدره محذوف مقدر. فهمت؟ ويبقى برضو بيقول لهم لا الا تستمعون، يعني الا تستمعون من لا يدرك الفرق بين السؤال عن الماهيه والسؤال عن الصفه. فهمت ازاي؟ وبعدين يقول ايه اليكم لمجنون، لانه لا يميز بين ايه بين الكلام ومعانيه المختلفه. قال رب المشرق والمغرب، كل محمول كان ممكن يقول لك وقال كذا وقال كذا وقال كذا، لكن اي لك قال 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 من غير واوات. فهمت ازاي؟ يعني ما فيهاش واو، الجمله ما فيهاش واو، ما فيهاش جرح، يعني احنا بنقول الواو هي الجرح الصغير. فهمت بقى ازاي؟ كله محمول بعضه على بعض، والواو مزيده حذفت لاستقلال الجمل بانفسها بخلاف المفرد، ولأنه في المفرد ربما أوقع لبسا في نحو رأيت زيدا رجلا عاقلا، لكن لما تقول رأيت زيدا ورجلا عاقلا يعني وهو رجل عاقل، واخد بالك ازاي، ممكن تلتبس. ما تقول رأيت زيدا ورجلا عاقلا كأنك شفت اتنين، وانت تقصد ان زيد راجل عاقل، فلو حطيت الواو تلتبس. فهمت؟ ولو جاز حذف الواو احتمل ان يكون رجلا بدلا بخلاف الجملة. وقريب منه قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون، هي وقال الذين يريدون، مش كده برضو، يريدون الحياة الدنيا ليلتنا مثل ما أوتي قارون، أي وقال. كده انتهينا من أمثلة حذف الواو، غدا نبدأ في أمثلة حذف الفاء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل غافلون.